حياتي ما عملش على حساب حياتي الخاصه. والدليل ان انا في الثمان سنين اللي كنت متجوزه فيهم او اللي كنت فيهم على علاقه بباخص عمر ما حياتي الشخصيه طلعت لبره. يعني انا كبيري اصور بنتي عشان انا فخوره بيها, فده كبيري ان انا في مناسبات او نبقى خارجين او مش عارفه ايه ننزل صوره على انستغرام. انما ان انا استغل حياتي, ما انا كان ممكن استغل حياتي من زمان, بس انا ضد المبدا ده. الاسره او البيت, انت اول ما تقفلي باب بيتك خلاص مش لازم حد يعرف, ولا جيرانك ولا اصحابك ولا اهلك ولا اي حاجه انت بيحصل معاكي ايه. والدليل برضو ان انا حتى لما اعلنت انفصالي حتى اقرب الناس ليا اتخضوا, اللي هو ده بجد انتوا بتحبوا بعض قوي, انتوا مفيش بينكم مشاكل, انتوا كنتوا احلى قصه حب, انتوا مش عارفه ايه, انتوا مش عارفه ايه. يعني حتى من القريبين جدا كان في صدمه, لو مش مصدقين ان ممكن انا وهو نختلف او انا وهو يحصل بينا حاجه. كل اللي عمله ان كتب شويه حاجات على فيسبوك, وبعد كده قعدنا مع بعض ان الكلام ده ما ينفعش, الكلام ده هيطلع ان انا غير صادقه, وانا ما احبش ان انا ابقى في نظر الناس ان انا حد مش صادق, خاصه ان احنا فعلا انفصلنا. فلو هنفضل نتكلم كده يبقى انا هتكلم هعلي بقى مستوى الكلام. يعني مش هسمح ولا 1% ان الناس تتهمني بان انا بعمل تمثيليه, وان انا خاصه ان في فعلا مواقع كتير قوي ومجلات كتير قوي ومجلات كبيره كتبوا اصل دولي بتمثل واصل دولي بتعمل مسرحيه, وده ضايقني خاصه الناس دي ما رجعتليش تسالني. يعني النهارده انت بتتكلم عن الفنان مش عن جوز الفنان, فانت المفروض لما عايز تعرف اي معلومه خاصه لما الفنانه كتبت ان هتم الانفصال ترجع لها هي. خلاص ما هو هي اللي بتقول تم الانفصال فلازم ترجع لها. فاحنا صلحنا الموضوع ده انا وباخوس واتفقنا على كل الكلام ده. حاول شويه ان اصحاب يكلموا يتوسطوا ولا مش عارفه ايه, وخلاص الموضوع خلص. يعني ما رجعناش, بقالنا كتير قوي ما كلمناش في الحاجات دي اطلاقا. يعني